بالنسبه للاداء ديال المنتخب الوطني كما كنشوفوا كاينه واحد التغيير ملموس، لان مع المجيء ديال المدرب الجديد وليد الركراكي كان واحد تطور ملحوظ ديال المنتخب الوطني، ولكن كيبقى خصنا حمد الله ضروري، لان اللمسه ديال دي بونتا تسعود مع الناشي تسعود، كنقيلوا لاعبين باريدو كامل مسيطرين على المباراه، ولكن حمد الله ضروري خصو يجي هو يسمع الجمهور ويستجيب ديال الشعب اللي هو اللي خصو المطالبه بمجيء حمد الله، لان ماشي حنا كنتعاطفوا مع ماشي كنخدموا العاطفه ولكن كنخدموا اللوجيك، لان اللوجيك كيقول ان مع الناشي تسعود، وخير دليل هاد جوج المباريات اللي عملوا دائما ما كيجيش الهدف ما كتجيش مع ديال الناس ديال تسعود دائما اما الشمال واما اليمين، دونك الحمد لله ضروري. شو المنتخب تبدل 100 درجه، هذا جعنا كنشوفوا الكره واخا بارديو البارح يعني ما قدموش شي حاجه على ياس باراغواي زيرو، وشافوا كيفاش لعبنا مع تشيلي وكذا عليها باش ديك بارديو جايده، كما هو صراحه بارديو كاين وحال ويتفرج كاس العالم شي نعلم مع هاد الركراك، علاش عطاو فرصه لاطار وطني وعنده ما يقول كفهم لعبيه كيدير اربع اللغات ماشي اخر كيهضر خصك تجيب له اربع مترجمين واحد ايطاليان واحد فرنسي راه كيهضر اسبانيول ولا لونغلي فرنسي العربيه طن دراري المحليين دراري بحال يحيى ديك جبران الوداد عطيه الله ديك التريس كاين فرقه اخي بزاف وكاين شو ملابيه اللي عيط باقي خصنا واحد حمد الله خصنا حمد الله لا يس واخا دخل نصيري وشديره واخرين شويه حق حمد الله الا كان حمد الله نديو كاس العالم لا فينا غنوصلوا له وهذا ما كان شوف الركراكي غنوصلوا له ميساج واحد شنو هو هو حمد الله يجيب حمد الله بعدا غير يجربوا يعطيه فرصه يعطيه ديك الفرصه لا يس ما كاينش كنظن شي تسعود فحالو في افريقيا ما كنظن شي تسعود ديلانتيرو خلينا من 10 حصالة جد ندري اللي قالوا الاجنيه مع الناشف في المغرب ما كاينش وهي الشبكة ماركيو بوفالو زلزولي كيعملوا كل شيء ما كيماركيوهاش غير ماركيوها وصافي خصنا والو جيبوا غير لي مباطيس المهم هذاك غير يفرحونا بعدا يفوتوا هذاك الدور الاولاني غير نفرحوا وعينا اخاي نكذب عليك انا عمري فرحت مع مغرب 2004 كنت باقي ستيتو حتى اللي كنطلبوا منهم يفرحونا والركراكي عيطنا الحمد لله وصافي هادشي المنتخب راه حسن ولا تطور بزاف الحاجات اللاعبيه موجودين اللاعبيه كاينين انا خليلوفيتش ما كانش مدرب انا ضعيف شويه كما كنقولوا انا الركراكي مدرب مزيان انا فخليلوفيتش بين الركراكي فرق كبير انا الركراكي الشباب وهذا اللاعبيه كيستجمعوا مع بعضياتهم وان الكره كاينه في راجها ان شاء الله تكون شي حاجه نقول الركراكي زير معنا شويه وفرح الجماهير واش اللي كاين صافي ان شاء الله غنكونوا في قطر ان شاء الله محترفين مزيانين ولكن خصنا مازال الاداء خصنا مازال يتطوروا ويزيدوا في كاس العالم وبينوا لنا صوره ناصعه بالله راه المغرب كاين وما كيتسرطش الفرق اللي كبارين او شي حاجه ما خصناش ندهشوا خصنا ديما يكون المنتخب على هاد القوه هذه وعلى هاد الرسم هذا وعلى هاد اللياقه البدنيه اللي كيلعبوا بها في هذاك سميتو ماشي دابا كيلعبوا ودوز شويه عاود وبان لك المنتخب بحالي ما عمرو كان كيلعب في داك المستوى هذاك خصنا يبقى هكاك ونطلبوا الله الجديد واللعابه يزيدوا يتطوروا والله يدير الخير وهذاك خليل يوزوتش كان حالي ما عطيش واحد المنتخب هكا ما عطيش واحد التشكيله رسميه كل نهار كيبدل لك الدراري كل نهار كيجيب لك ما كتحش باللعب بحالي نقولوا بحالي مدربز اللعب عنده دابا الركراكي تبارك الله عليه مدرب كبير ودا الشامبيونز ليغ مع الوداد البيضاوي وحنا نطلبوا الله معاه الخير هذاك راه دخلنا لخاطرنا ود بلادنا وحنا خصنا غير ولاد البلاد اللي يدربونا ما لا كان غيجيبوا لنا اللاجئين اوروبا وما يديروا لنا حتى حاجه وكيديو الفلوس مع اننا ما نديروا بهادو خصنا ولاد البلاد اللي كيفهموا الدراري واللي كيتفاهموا مع الدراري والله يدير الخير اللعبة بيان جوي ديما المغرب والركراكي تبارك الله عليه هذا المنبر هذا الاداء مزيان الركراكي احسن من ديك خالو لوفيش ولعبوا الصلاه على النبي عليهم ولعبوا مزيان والركراكي زعما الصراحه مدرب واعر خالي لوفيش ما كانش ملعبيه كيزعموا عليه اما الركراكي ولد الشعب ومغربي فهمتي اما خالي لوفيش كانوا بحال كيخافوا منه لعبة هو الركراكي زعما مدرب مزيان ايوا والدراري زعما الدراري صلاح كامل مزيان والمنتخب صراحه جيد مزيان ومن هنا القدام يكون خير ان شاء الله يقدر يدير شي حاجه
واحسن دابا بالنسبه لينا حنايا المدرب ديالنا احسن. ونتمنوا التوفيق للوالد الركراكي والله يسهل على المنتخب يوصل بعيد ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.